السلام عليكم. مازلنا في فينيس لوس انجلوس. اليوم جبتكم راني حدا كلاسال تعرفوها جولد جيم. جولد جيم ستين شان امريكان دي سال دو سبور فوندي بار جو جولد. هي اكبر سلسلة نوادي اللياقة البدنية عالميا. ستينشان هي الكبيرة كلولة في العالم. هذه هي أول صالة تأسست 25 أوت 1965 في فينيس بيتش. درب فيها أرلون شوازنيغر، جاي كاتلر، ديكستر جاكسون. دربوا فيها تاني لي ستار تاع هوليوود كيما جيسيكا ألبا، مورغان فريمان، دواين جونسون. كاين أكثر من 700 صالة في العالم. 37 دولة في العالم. في الولايات المتحدة كاين 37 دولة في الولايات المتحدة و 20 دولة أخرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وفيها أكثر من 3.5 مليون عضو. نقولوا لها ثاني مكة تاع كمال الأجسام. هاي 1965 كما حكيت لكم قبل. أول جيم ندخلوا لها من داخل. رانا في لاصال من داخل تاع كول جيم. أول صالة في العالم هذه هي تاع كول جيم. ما حكينا قبيل c'est des champions du monde. Ah, les Mister Olympia. Non,